مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبعد ما قدمنا لكم في الحلقات اللي سبقات أهمية وتاريخ ومستقبل القطنيات في المغرب وأهميتها في الدورة الزراعية، اليوم غادي نتعرفوا جميع على أسس تسميد القطاني. هذه الزراعة اللي كتحتاج لكميات معينة من المواد المغذية على حساب نوعية التربة والخصوبة ديالها، وكذلك على حساب الإنتاج اللي بغينا نوصلوا ليه. فإلا بغيتي دير برنامج بالعقل ديال تسميد القطنية ديالك، عندك طريقتين. الطريقة الأولى واللي كنصحوا بها ديما الفلاح، كتعتمد على التحاليل ديال التربة وديال الأوراق، واللي يمكن تحدد ليك لانغري ديال سباق الأرض وديال التغطية وجميع المعطيات اللي كيسهلوا عليك معرفة الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية ديال بلادك. الطريقة الثانية، إلا ما توصلتيش باش تحلل التربة والأوراق ديالك، كتعتمد على كمية تقديرية على حساب الطوناج اللي كنوصلوا ليه والاحتياجات التقديرية لكل هكتار. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فعلى سبيل المثال الإنتاج ما معدله 25 قنطار ديال الفول حبوب في الهكتار، بينات الدراسات باللي معدل الاحتياجات هي. فبالنسبة لمادة الأزوت، فزراعة الفول من القطنيات اللي كتثبت بالجذور ديالها مادة الأزوت الموجود في الغلاف الجوي بكمية كافية ووفرة للنمو ديالها، ولكن لازم تدخل بكميات قليلة في بداية النمو الجذري الخاص بتثبيت الأزوت في التربة، وهذه الكمية الأولية كتروح بين 20 إلى 30 وحدة من الأزوت الخالص في الهكتار حسب نظام الزرع المتبع ونوع التربة والخصوبة ديالها، واللي لازم نجيبوها في سباق الأرض مع الزريعة. وبالنسبة للفوسفور والبوتاسيوم، 70 إلى 90 كيلوغرام من الفوسفور الخالص و50 إلى 70 كيلوغرام من البوتاسيوم الخالص، واللي لازم نجيبوها وقت الزرع بالصموار وتحت الزريعة. فزيادة على الكبريت اللي يمكن نجيبه مركب مع الانجري، فالقطنيات عندها احتياجات من الكالسيوم والحديد والزنك والمنغنيز، واللي خاصنا نجيبهم على حساب تحاليل التربة أو في حالة ظهرات علامات النقص سواء عن طريق التربة أو بالرش على الأوراق. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لازم نذكركم باللي من الضروري ناخذوا بعين الاعتبار الدورة الزراعية والأهمية ديال الفلاحات اللي كتكون منها والكميات ديال المواد العضوية والمعدنية سواء اللي يمكن تخليه أو تاخدها من التربة. وعلى سبيل المثال، فعملية تتبيل تكافلي للفول قادر يعطي الفلاحة حوالي 75% من المجموع الاحتياجات من مادة الأزوت، ولذلك فإن أي كمية من الأزوت زدناها في التغطية يمكن تكون خطر وتوقف النشاط وتكثر الغطاء النباتي ديال الفول بلا قياس على حساب الغلة. وفي الاخير، اخي الفلاح، اختي الفلاحه، تبين باللي ادخال زراعه القطنيات في الدوره الزراعيه ديالنا كيحسن من الخصوبه ديالها، وبهذا يمكن نستغلوا البقايا ديال المواد العضويه والمعدنيه اللي كتبقى في الارض. فالكميات اللي كتستعملها القطنيات بصفه عامه من الازوت اللي كتنتج قليله، ولهذا فالكميه اللي كتبقى في الارض كبيره، وخاصك تعرف باللي كيتحول واحد الطرف كبير منه بسرعه، ولهذا خاصك تبطر وتستغلوا في اطار الدوره الزراعيه اللي خاصه ببلادك. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.